اهلا بيكم يا شباب، اهلا بيكم اهلا بيكم. النهارده احنا خلاص طلعنا على السطح عشان نظبط تجاربنا اللي ما ينفعش تعمل في الاوضه جوه، بس عايزين نوريكم المنظر العام كده من فوق. ادي الشباب محلوهم وهم شغالين. اهو رجاله التصوير العاقل اللي مش لابس التيشيرت. مغربي عامل ايه؟ مغربي مغربي جاي النهارده يا جماعه يعمل لنا شغل جامد جدا جدا جدا. ادم احسن واحد يظبط الترايبود. ادم التجربه تنجح ولا لا؟ الترايبود هينجح ولا لا؟ انت ايه رايك التجربه دي هتنجح ولا لا؟ يا مسائل الحال، يا مسائل احنا بندعي ونقول الحمد لله يا رب يا رب يا رب. كل الناس كل الناس تقول يا رب، بان كل الناس تقول يا رب. استاذ مغربي قول لنا ايه رايك، هننجح عشان ننجح ان شاء الله؟ الكورونا هتخلص النهارده. ايه ده؟ الكورونا هتخلص النهارده على ايدينا ان شاء الله. ان شاء الله حمو بيك قالوا احنا حنفنا ان شاء الله. ربنا يستر. بص يا عين، بس عشان تعرفوا احنا جايبين منتس قد ايه. كرتونة 2 3 هذا الرابعة. ده برميل مش هنقول لكم هنعمل فيه ايه. طبعا عشان انا في وش المدفع فايه نلبس فرومش كرش يعني. لسه 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 كول كده ولا مش كول؟ باين ان انا محمي كويس. عايزكم جاي فتح لك بالاربعة سبعة كده مع بعض صح؟ المفروض نحط كرتونتين، احنا لسه في حدتين. شغال شغال؟ الله ينور عليك الله ينور عليك. ايه ده؟ بس كده حبيبتي تمام؟ عايز بس احط بلان بي يا عم خلاص. يلا يلا حلو خدها بقى خدها. جبته صورته يبقى حط يلا 2 1 ران. لو حد مجنون بالساينس مش هيبقى في حد مجنون زيي يا جماعه. اوعوا تجربوا اللي انا بعمله ده في البيت. ولو عجبتكم الحلقه متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. عرفتوا ليه احنا خرجنا من الاستوديو؟ ما قدرناش نعملها في الاستوديو، الريكو باوز الاستوديو بتاعي، عشان كده طلعنا على السطح فوق وعملنا الجريمه اللي انتوا شفتوها. مستعدين الحلقه الجايه نعمل جريمه اكبر من كده بكتير. احنا كده خلاص في اخر الرحله من سلسلة المنتوس والكولا، واللي هنعمله النهارده ما ينفعش يتعمل في مكان فيه بني ادمين. فاحنا جينا في مكان زي اللي انتوا شايفينه كده، الراجل المحترم ده جابه لنا. انت مستعد وعارف اللي هيحصل؟ عارف؟ مهيئ نفسيا مهيئ؟ ماشي. عايزين بس نسيب بصمتنا
ايه دلوقتي ايه ما احنا جايين نعمل فيديو تيك توك دلوقتي. انت ما يعرفش احنا نعمل فيديو على تيك توك؟ حاجه تبسطني بصراحه، الناس عارفه ان احنا نعمل فيديوهات على التيك توك واحنا لسه جايين نعمل خرابه. احنا اللي احنا نعمله النهارده هو اللي احنا عملناه الحلقه اللي فاتت، وهو اللي احنا عملناه مع منى الشاذلي، هو اللي احنا عملناه في كل حاجه احنا عملنا فيها التجربه دي. احنا هنستخدم الماده السريه بتاعه الهيدروجين بيروكسيد وملح البوتاسيوم ايودايد بيور، بس المره دي بدل ما كنا بنستخدم 100 مللي و250 مللي، لا يا جماعه احنا هنستخدم النهارده 20 لتر هيدروجين بيروكسيد، وهنستخدم كيلو من ملح البوتاسيوم ايودايد والصابون بتاعنا، ده البرميل اللي هنشتغل عليه. الله اعلم، مش عارف ايه اللي هيحصل والله، ولا هعرف الفوران هيبقى تقيل ولا سريع ولا ايه اللي هيبقى النتيجه النهائيه، بس هدينا بنجرب، وهي دي حياتي اصلا كلها تجربه. انت ايه رايك، هننجح ولا مش هننجح؟ ان شاء الله، يعني هنعمل حاجه محدش عملها في العالم كله. لا مش في العالم، انت هتحور. اللي عايز اقول بجد ان احنا مش حد عمل ده في الوطن العربي، وده الاجانب بس هم المحتكرينه، يعني احنا بنحاول نجيب ده نقربه للناس عشان نقول العلوم للناس كلها يعني. فهي دي المعلومه اللي ارجو ان انا بصلحها عند الشعب المصري كله وكل الجماهير الحبيبه العاشقه لنادي الترسانه. وده فكره عمل البرنامج، فكره عنان من الاول يعني. أنا غير كلمة عنين، هي فكرة شارع العلوم. فكرة شارع العلوم. تعالوا بقى نصور. أدهم. يا أدهم، إيه رأيك؟ هنعملوا إيه؟ هنعمل حاجة حلوة إن شاء الله. هنعمل حاجة. خلاص؟ أمال حضرتك فاكر إيه يعني؟ حاجات حلوة، شارع العلوم يا ريس. شارع العلوم هيفضل براند بيعمل حاجات ما حصلتش في مصر قبل كده. إن شاء الله. إن شاء الله، إحنا هنبهركم إن شاء الله. إن شاء الله. لماذا نحن هنا؟ بص احنا يا جماعه فاضل لنا لحظات على اللحظه اللي احنا استنيناها كتير جدا. ربنا يستر. يلا قلب معايا. يلا انا قلقان. زي ما تيجي يا جماعه، احنا عملنا اللي علينا، مش عارفين نجاح التجربه من عدمها. ربنا يستر. باي. بص اعمل البرنامج نفسه واقول لك هنجيبه كده. باي. فور. ثري. كده هنعمل كده. تو. وان. ران. وان. ناني. اللي خالك ده اكسجين، ها ما تخافوش. اكسجين يا جماعه. تعالوا قرب يا جماعه، احنا النهارده عاملين انجاز. عاملين انجاز. ايه رايك يا مغربي؟ كنت حاسس ان ده هيحصل؟ الحمد لله بجد. الحمد لله. نقول ايه بعد ما نجحنا في الموضوع ده؟ ان العلوم مش حكايه على حد، واحنا كلنا لازم نتعلم، والعلوم حلوه قوي. ادهم الراجل اللي ورا الكاميرات، احنا بنخطط اليوم ده بقالنا قد ايه؟ يعني بتاع سنه مثلا ولا حاجه. مبروك يا الله يبارك فيك يا وحدك فاهم. يا جماعه الحمد لله نجحنا في التجربه، والحمد لله ان هي وصلت للنجاح ده، وما اعتقدش ان في حد في مصر في الوطن العربي قدر يعمل اللي احنا عملناه ده. واستنونا عشان احنا مش هنقف تجارب لحد هنا، وهنكمل عشان العلوم امتع مع شارع العلوم.